يا اخي العزيز، اهلا وسهلا فيك. جمعة مباركة، نهارك سعيد. وجمعة مباركة لك ولكل العاملين في تلفزيون الشرق ولكل الأحرار العرب في كل مكان. شكرا، اهلا وسهلا فيك اخي العزيز، شكرا لتلبية الدعوة. يعني ليش في نفس اليوم برأيك تكلم ميشيل عون؟ طبعا طول الوقت كان مطروح قصة إعادة لاجئين سوريين وعبء على لبنان، لكن بدا لافت انه في نفس اليوم اللي تم الاعلان فيه عن اتفاق ترسيم الحدود اعلن ميشيل عون عن الشروع جديا في اعاده اللاجئين. شو الربط؟ شو العلاقه هون؟ نعم، الربط هو واضح، لا يحتاج الى كثير من العناء من اجل الكشف. يعني بعد ترسيم الحدود والذي يعتبر اعتراف لبناني بالقزم الدولي، القزم اسرائيل ودوله الاغتصاب، وسقط حلف الممانعة أو أكاذيب حلف الممانعة والمقاومة بعد أن سقط عسكريا منذ زمن بعيد. تم ترسيم الحدود وإعطاء أراضي لإسرائيل أو مياه في البحار وحقول نفطية وغازية، وترسيم هذا الحدود الذي كان خط أحمر منذ فترة ليست بعيدة، والمئة ألف صاروخ التي ستضرب حيفا وما بعد حيفا لا تزال تضرب في الأراضي السورية وتضرب المواطنين السوريين. بعد الترسيم وربما أخذ ضوء أخضر بأن لا مشكلة لدى لبنان إذا عمل على إعادة السوريين يعني من إلى بلدهم بمصير مجهول، والكلام عن عودة طوعية ما هي إلا عملية تضليل وتجميل قبح هذه العملية التي ترقى إلى طرد الفارين في جحيم نظام الأسد، الذين رأينا استقبالهم على الحدود من قبل عصابات الأسد والمساندة لها من الميليشيات المساندة لها. وقد سبق بأن عدد كبير ممن عادوا ووقعوا على عودة طوعية أو ربما عملية عودة لحضن الوطن كما يسمونها قد ماتوا في جيد. عزيزي، هذا سنتحدث أكثر عن السياق السوري، ولكن في السياق اللبناني باختصار وتركيز، يعني في لبنان حتى أصوات حرة تقول أنه قبل، إذا أنتم بتقولوا أن الوضع في سوريا صار آمن وصار منيح وانتهت، بقولوا ما في شيء عاد بسوريا. حتى بأول يوم في الثورة كان حسن نصر بيقول أنه ما في شيء بحمص. يعني طب اذا هيك يعني ما في شيء، عفوا ما في شيء، ليش حزب الله ما يرجع؟ يعني قولوا لهم قبل ما نودي اللاجئين رجعوا حزب الله، بما انه القصه انتهت وحزب الله يحتل اماكن وبيوت وثروات لهؤلاء، ليش ما المعادله هي اقصر الطرق، هي الخط المستقيم؟ يعني هذا الكلام موجه لباسيل وعون وكل حتى وزير الداخلية وحتى كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللبنانية التي تطالب بطرد اللاجئين السوريين، ونسوا أو تناسوا بأن هذا الشعب هو جزء من الشعب اللبناني ولا يمكن انفصام عرى هذه العلاقة مهما يعني فعل هؤلاء اليائسون أو هؤلاء الذين اليوم يريدون دق اسفين في العلاقات السورية اللبنانية وفي بين الشعب السوري اللبناني. حزب الله الذي دخل مساندا لإيران بأنهم سيدخلون من أجل حماية المراقد، وكأن المراقد اللبنانية الشيعية في سوريا كانت تصرخ بأن هناك على مدى ألف عام من ينتهك هذه المقدسات أو هذه، متناسين أننا كلنا كنا نحمي هذه المقدسات إن كانت شيعية أو مسيحية أو يهودية أو غير ذلك. لا أحد من السوريين ذهب وابتدع عملا ضد هذه المراقد، ولكن اتخذت إيران وميليشياتها أو ما يسمى حلف المقاومة والممانعة بأنهم جميعا متجهون من أجل حماية نظام بشار الأسد، من أجل طرد الشعب السوري وتغيير ديموغرافي في كل البيئة السورية. جاي. وهذا أمر واضح في حمص وفي محيط دمشق وفي حلب وفي مناطق أخرى. إذن على اليوم الحكومة اللبنانية
التي تدعي بالفعل بأن الوضع آمن في سوريا وأن على اللاجئين المنزوعين السلاح والمهدم بيوتهم والذين لا يجدون لا كهرباء ولا حوت ولا أمن، هناك قلق شديد حتى من المنظمات العالمية على مصيرهم، عليهم أن يعيدوا حزب الله الإجرامي وميليشيات حزب الله الإجرامي التي تقاتل الشعب السوري وتحتل بلادنا. وضحت الفكرة. عذرا على المقاطعة سيادة العميد للاستفادة من وجود حضرتك، يعني طول الوقت كان الكلاشيه أو يتم الحديث عن عودة طوعية وآمنة بإشراف الأمم المتحدة، ويتم الحديث عن عودة طوعية وعادة إعمار. البيوت مهدمة مدمرة، العودة ليست طوعية وبالتأكيد ليست آمنة. كيف تقيم رد الفعل الدولي؟ يعني الأمم المتحدة تتحدث، بعض المسؤولين الأوروبيين، لكن إلى أي حد يمكن القول أنه هذا خجول، وأنه حتى الولايات المتحدة كانها تغمض عينيها وتقدم جائزة للبنان للعهد بعد ما لزموهم أو لزموا لهم لبنان، صاروا مثل اللحد يعني بس على لبنان كله. يعني للأسف الشديد حتى الآن الأمم المتحدة غير موجودة في القضية السورية، هناك انتهاكات جسيمة جدا بحقوق الإنسان، ويعني رأينا استخدام الكيماوي حتى الآن وبعد 10 سنوات الولايات المتحدة يعني اعترفت بأن 3 ضباط سوريين موالين للأسد هم من فعلوا فعلة الكيماوي، وكانت العقوبة فقط منعهم من دخول الولايات المتحدة، وكأن الضباط السوريين كل يوم رايحين على نيويورك وجايين من واشنطن. يعني هذا العدالة العرجاء والعقوبات التي عبارة عن ذر الرماد في العيون. الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي اليوم مدعو للوقوف على حقيقة ما يجري من جرائم في سوريا، عليه أن يعيد الشعب السوري إلى سوريا، ولكن بعد زوال هذا النظام المجرم، وعلى الأقل تطبيق القرارات الدولية 2118 و 2254. الشعب السوري جميعا قبل بمخرجات الأمم المتحدة، ولكن لا يوجد شريك حتى الآن في هذا التفاوض من قبل نظام بشار الأسد، من قبل إيران، من قبل روسيا التي لا تزال تقتل وتضرب الشعب. العزيز العميد أحمد حمادة، المحلل العسكري والاستراتيجي من سوريا، شكرا جزيلا لك أخي العزيز. مرة ثانية جمعة مبارك، نهارك سعيد، بدنا نتمنى السعادة، بدنا نتمنى عودة طوعية وعودة آمنة وعودة معادة إعمار وعودة من التخلص من الظلم من النظام، عودة مظفرة إن شاء الله. لكن طبعا مثل العادة الوقت عم يدهمنا، لكن مثل العادة كل جمعة مستمر لقراءة المشهد الفلسطيني، مستجدات التطبيع، العناد الشعبي في مواجهته، وملفات كما قراءة كمان ملفات عربية إقليمية وحتى دولية نعتقد أنها تستحق الاهتمام. حتى نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.